طبعا الدورة هي أقيمت بينه وبين الجامعة بتعاون مع الجامعة وتلفزيون فلسطين في طول كلام. الهدف من الدورة اللي هو إقامة إكساب الطلاب في جامعة قدوري نوع من الخبرة العملية بالإضافة للمنهج اللي هم بيلتزموا فيه. طبعا هاي الدورة هي تكنولوجيا متطورة، ومن المعروف انه الاعلام هو كان تقليدي باستعمال الورقه والقلمه والورقه والقلم، الان هو بيستخدموا اجهزه متطوره، وهي مكسب للطلاب. يعني بيبداوا حتى وهم طلاب من سنه اولى بيبداوا يكسبوا بخبرات عن طريق التعلم على هاي الاجهزه. برنامج تكنولوجيا الاعلام هو السنه تم البدء فيه في جامعه فلسطين التقنيه قدوري فرع طول كرم، واستقبلنا تقريبا 80 طالب. الطلاب كانوا من الطلاب المتميزين، معدلات عاليه. هلا هاي الدوره اللي حاليا اللي انتم موجودين فيها هي سلسله من دورات في التحرير والتصوير التلفزيوني، بلشت خلصت دوره، وهي الدورات هاي موجوده. هلا هاي اكيد يعني بتخلي الطالب يمتلك مهارات كويسه، بتشجعه وبتخليه يعمل بتعمل عنده اتجاهات جيده للاتجاه الاعلام، وانه يرفع قضيته عاليا.